الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم. وزارة القوى العاملة تكشف عن خطة للقضاء على الهجرة غير الشرعية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الاقتصادية المفصلة الجديدة من أون لايف، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 43% ليسجل نحو 12677 نقطة ونحو نصف نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 58% مسجلا مستوى بلغ نحو 497 نقطة. أما مؤشر EGX100 فقد ارتفع أيضا، وهو الأوسع نطاقا بالطبع، بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة وثلث النقطة. ولمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الزميل مينا بشرى مراسلنا من مقر البورصة المصرية. أهلا بك مينا، أول لقاء لنا هذا اليوم على مدار اليوم، وبالتالي لم نتابع تفاصيل تحركات المؤشرات طوال اليوم، لو تطلعنا عليها لو سمحت، وحتى الإغلاق بالطبع. مساء الخير ولاء. بالفعل كما ذكرتي في المقدمة، نسب مؤشرات البورصة الثلاث شهدت صعودا جماعيا في ختام تعاملات هذا اليوم، ومنذ مستهل الجلسة وحتى الإغلاق جميع مؤشرات البورصة المصرية مستقرة داخل المنطقة الخضراء، وجاءت جلسة اليوم استكمالا لرحلة الصعود التي بدأت خلال تعاملات الأمس، وإن كانت مؤشرات البورصة قلصت جزءا محدودا من مكاسبها الصباحية. كنا بنتحدث عن المؤشر الرئيسي تجاوز نسبة 80% خلال بداية تعاملات اليوم، ولكن مع ختام جلسة اليوم ما زال مستقرا داخل المنطقة الخضراء ولكن بنسب صعود مختلفة عن بداية التعاملات، تحديدا بنتحدث عن 43% صعودا في ختام التعاملات، في مقابل صعود كان يقارب 1% خلال بداية التعاملات. ولكن جميع المؤشرات استقرت داخل المنطقة الخضراء. جاء هذا الصعود تحديدا للمؤشر الرئيسي مؤشر EGX30 بدعم من القوى الشرائية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات، يضاف إلى ذلك أيضا الصعود شبه الجماعي للأسهم القيادية، وهو ما دفع بالمؤشر إلى استمرار والتوارد داخل المنطقة الخضراء بختام تعاملات اليوم. أيضا نتيجة لتوارد قوى شرائية من قبل صغار المتعاملين، دفعت بالمؤشر الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤشر EGX70 ليشهد صعودا اليوم بمقدار 58% في ختام التعاملات، وليسجل 496 نقطة. والمؤشر الأوسع نطاق المؤشر EGX100 ارتفع أيضا بمقدار 68% ليصل إلى 1195. أيضا من أداء المؤشرات إلى أداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فبالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم، جاء في المرتبة الأولى سهم مصر لإنتاج الأسمدة بنسبة 8.91%، مستشفى النزهة الدولي في المرتبة الثانية بمقدار 6.67%، الأسكندرية لأسمنت بورتلاند بمقدار 5.98%، سهم السويدي في المرتبة الرابعة بمقدار 4.70%، وفي المرتبة الخامسة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بمقدار 4.64%. أما بالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر تراجعا اليوم، فجاء في المرتبة الأولى مطاحن ومخابز الأسكندرية بمقدار 6.91% تراجعا، وفي المرتبة الثانية الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بمقدار 5.92% تراجعا، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.42%، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بمقدار 5.34%، وفي المرتبة الخامسة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بمقدار 5.16%.
ومن أداء الأسهم صعودا وهبوطا إلى فئات المستثمرين بختام تعاملات اليوم المتعاملون المصريون. نسبة الاستحواذ لديهم اليوم وصلت إلى 78.78% من إجمالي التعاملات، وبالصافي بيع في ختام التعاملات تجاوز 33 مليون جنيه. بالمثل أيضا اتجهت تعاملات العرب نحو البيع، بصافي بيع تجاوز 17 مليون جنيها وبنسبة استحواذ وصلت إلى 7.17%. في المقابل كان هناك اتجاها شرائيا من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما دفع بالمؤشرات إلى الصعود اليوم، وذلك بصافي شراء في ختام التعاملات تجاوز 50 مليون جنيها وبنسبة استحواذ وصلت إلى 14.5%. ومن فئات المستثمرين إلى مستوى السيولة، فالسيولة بختام التعاملات وصلت إلى مستوى 1,618,000,000 جنيها، وذلك من خلال التعامل على 352,868,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 39,000 عملية. أيضا إجمالي عدد الأسهم التي تم التعامل عليها اليوم وصل إلى 184 سهما، ارتفع 67 سهما وتراجع 67 سهما في مقابل ثبات نحو 50 سهما على مدار جلسة اليوم. أيضا نتيجة لهذا الصعود الجماعي لجميع مؤشرات البورصة على مدار جلسة اليوم، فبختام التعاملات وصلت المكاسب إلى مستوى 4 مليارات جنيه، ليصل إجمالي رأس مال البورصة إلى 620,640,000,000 جنيه. أخيرا بالنسبة لأداء القطاعات، فشهدت القطاعات صعودا شبه جماعيا بختام تعاملات اليوم، فلم يتواجد داخل المنطقة الحمراء عفوا سوى قطاع واحد، وهو قطاع الأغذية والمشروبات الذي تراجع وحيدا اليوم، ومن خلال قيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 33 مليون جنيها، وبحجم تداول تجاوز 2 مليون سهما. في المقابل باقي القطاعات اتجهت نحو الصعود وكانت داعمة لصعود البورصة المصرية اليوم، وان كان في صدارة هذه القطاعات قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، بقيم تداول لهذا القطاع تجاوزت 400 مليون جنيها، وبحجم تداول تجاوز 100 مليون سهما. وفي المرتبة الثانية كالعادة جاء قطاع العقارات بقيم تداول لهذا القطاع بنحو 334 مليون جنيها، وبحجم تداول تجاوز 62 مليون سهما. هذه كانت معظم التفاصيل المتعلقة بتعاملات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات هذا الأسبوع. عودة إليك ولاء مرة أخرى. نعم مينا، لفت نظري وأريدك أن تحدثني عن هذه الجزئية تحديدا، لأنك قلت بأنه العرب والمصريين كان نسبتهم البيع أكثر من الشراء، والأجانب هم من أنقذوا يعني مؤشرات البورصة بالرغم من استحواذ ربما 14% فقط، فكيف نفهم أنه معدلات البيع أكثر من الشراء ولكن مؤشرات مرتفعة؟ نعم، العامل الذي دفع إلى صعود البورصة المصرية اليوم هي القوة الشرائية من قبل المستثمرين الأجانب، وما نتحدث عنه بالنسبة لتعاملات العرب والمصريين والأجانب نتحدث عن صافي العمليات بختام التعاملات. فعلى مدار جلسة اليوم كان هناك عمليات شرائية من المصريين في مقابل عمليات بيعية، فبالتالي ما نتحدث عنه هو الصافي اتجه نحو البيع، يقابل ذلك أيضا عمليات بيعية وشرائية من قبل الأجانب والعرب، ولكن ما نتحدث عنه هو الصافي، فبالتالي صافي العمليات اليوم كان صافي بيعيا من قبل المستثمرين المصريين والعرب، في مقابل اتجاها شرائيا تحديدا بالنسبة للصافي كان صافي شراء للمستثمرين الأجانب، وهو ما دفع بمؤشرات البورصة إلى الصعود، خاصة وأن هذه العمليات الشرائية من قبل الأجانب أدت إلى صعود الأسهم القيادية التي كانت داعمة لصعود المؤشر الرأسي مؤشر إيجي إكس 30، وإن كان الصعود بختام التعاملات صعودا شبه جماعيا، وهو ما أدى إلى تقليص المؤشر الرأسي لجزء من مكاسبه الصباحية، ولكنه ما زال مستقرا داخل المنطقة الخضراء بختام تعاملات اليوم. يضاف إلى ذلك أيضا العمليات الشرائية من قبل صغار المتعاملين كانت داعمة للمؤشرين، مؤشر الخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقا، لتدفعهما إلى الصعود إلى جانب المؤشر الرأسي بختام تعاملات اليوم. نعم، وضحت الصورة. شكرا لك مينا بشرى على هذه التفاصيل من البورصة المصرية. شكرا جزيلا لك مينا.
قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط إن وزارة المالية تعكف حاليا على وضع التفاصيل النهائية الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل. وأضاف معيط أن سعر الدولار بالموازنة سوف يتحدد خلال أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أن آلية تسعير الدولار في موازنة العام المالي المقبل سوف يتم على أساس القيمة العادلة لوضع الاقتصاد خلال العام السنة المقبلة. وفي سياق متصل، قال نائب وزير المالية عمر المنير سيتم إدخال تعديل قريبا على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005. وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة تتماشى مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا للضوابط والشروط الواردة في قانون الاستثمار. قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يرمي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتقليل عجز الموازنة. وأشار الوزير إلى أن تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي أسهم مباشرة في زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي شارك فيها قبيل مع بعثة مراجعة سياسات التجارة والتنافسية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وتناول اللقاء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وعددا من برامج ومشروعات البنك الدولي في مصر خلال المرحلة الحالية. قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إعفاء كميات السكر الخام المستوردة خلال العام الجاري وحتى نهايته من الجمارك. وفي سياق متصل، ناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية أمس ضوابط توريد القمح المحلي للموسم المقبل ومتابعة التنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية، وكذا مدى جاهزية صوامع التخزين على مستوى الجمهورية لاستقبال المحصول لهذا العام. دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر عددا من صناديق الاستثمار العالمية أبرزها جهاز أبو ظبي للاستثمار ودويتشا بنك لبحث زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك على هامش زيارة نصر إلى دبي والتي اختتمتها صباح اليوم بزيارة منطقة ميناء جبل علي، حيث تفقدت الوزيرة مصنع شركة الخليج للسكر، وهي الشركة التي تعتزم إنشاء مصنع في مصر لإنتاج أكثر من 450 ألف طن سكر أغلبها في البنجر في العام. ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر شراء الدولار 17 جنيها و25 قرشا، وبلغ سعر البيع 17 جنيها و35 قرشا. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول معدل البطالة للإناث إلى 24.2% بنهاية عام 2015. وأشار المركزي للإحصاء في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى انخفاض نسبة الأمية لتصل إلى نحو 33% للإناث و17.8% للذكور. وأوضح أن عدد السكان التقديري في مصر بالداخل بلغ 91 مليون نسمة. كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا جميع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة والإدارات المركزية التابعة لها أيضا بإعداد خطة عمل سريعة لإعادة الهيكلة وتطوير العمل. وأضاف البنا في بيان له أن خطة إعادة الهيكلة تشمل العمل على تطوير الاتصالات بين هيئات الوزارة وقطاعاتها وإداراتها بإدخال التكنولوجيا الحديثة، مراعاة للوقت الذي أصبح عاملا ضاغطا ولسرعة تنفيذ المهام، مشيرا إلى أن تطوير العمل من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يسهم بشكل كبير جدا في سرعة الأداء والإنجاز. أكد وزير القوى العاملة محمد صعفان أن الوزارة وضعت خطة فعالة للقضاء على الهجرة غير الشرعية
والتي تعرض أو تعرض الشباب للمخاطر، مشيرا إلى أن توفير فرص عمل حقيقية للشباب تساهم بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة. وأشار سعفان إلى أن الوزارة تسعى دائما لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين الذين يحملون مؤهلات مختلفة، فضلا عن توفير فرص عمل لأصحاب المهن الفنية، ما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري ويحقق الاستقرار. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لملتقى التشغيل بالمحافظة لتوفير 6837 فرصة عمل. قال وزير السياحة يحيى راشد إن زيارة المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لمصر كانت بمثابة دعم ودعاية قوية لجميع المقاصد السياحية فيها، وأوضح أن زيارة الوفد السياحي لبرلين لها أهمية كبرى لدفع حركة السياحة الألمانية بمصر، لا سيما في ظل قوة الدفع الناتجة عن الحراك السياسي الناجمة عن لقاء ميركل والرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط بالأمم المتحدة السفير إكرامي الزغاط أنه قام بتوقيع اتفاقية دولية لإنشاء أول مصنع مصري لتجميع عدادات المياه في أوغندا برعاية الصندوق. وأوضح الزغاط أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لمبادرة أطلقها الصندوق في الآونة الأخيرة من أجل عودة مصر لريادتها مرة أخرى. وأشار رئيس الصندوق إلى أن هذه الاتفاقية تأتي خطوة استباقية لغزو الأسواق والبلدان الإفريقية لاستعادة مصر مكانتها مرة أخرى في القارة السوداء. أعلن محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد عن بدء التشغيل التجريبي لأكشاك شراء المخلفات الصلبة من المواطنين من خلال منفذين بحي مصر الجديدة. وأكد المحافظ أن نجاح فكرة شراء المخلفات الصلبة من المواطنين ستحقق طفرة كبيرة في مجال النظافة إلى جانب جدواها الاقتصادية الكبيرة، نظرا لحاجة مصانع إعادة التدوير التي لا تجد إلا 25 فقط في المئة من احتياجاتها لتلك المخلفات. دعا وزير الدولة للإنتاج محمد سعيد العصار عددا من سفراء الدول الأفارقة لفتح أسواق جديدة في مصر، واستعرض المنتجات الحربية والمدنية التي تنتجها المصانع التابعة للوزارة. وقال العصار إن الوزارة تحرص على توطيد العلاقات البينية إلى جانب تعميق التعاون الصناعي والاقتصادي فيما يتعلق بالمنتجات الحربية والمدنية، مؤكدا السعي نحو خلق فرص تعاون جديدة مع الأفارقة. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل سريع ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء تفعيل عمل اللجنة العليا لمراجعة أسعار الأدوية المتداولة وغير المتداولة بالأسواق للتأكد من تسعير بدائل الأدوية بواقع 60% من سعر الدواء الأصلي. وأعلنت الوزارة أن القرار يأتي بعد أن أكدت الجهات الرقابية وجود أسعار لمستحضرات تفوق سعر الدواء الأصلي، لافتة إلى أن عمل اللجنة سيستمر لمدة 6 أشهر، وذلك لضمان المراجعة الدقيقة لتسعيرة نحو 15,000 مستحضر طبي يتم إنتاجها محلياً. وللمزيد عن هذا الملف، ملف تسعير بدائل الأدوية بالطبع، بينضم إلينا على الهاتف الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات. دكتور أسامة، أهلا بحضرتك. هل نفهم من هذا الخبر بأنه البديل سيكون أقل سعرا من الأصلي ب40%؟ القرار زي ما حضرتك قلتيه وقريتيه يفهم منه هذا يا فندم، على أساس أن إذا كان الدواء الأصلي للشركة صاحبة الاختراع السعر ب 100 جنيه، يبقى حسب القرار ان الادويه المثيله اللي هي تحتوي على نفس التركيبه الماده الفعاله 60 جنيه، هيبقى الحد الاقصى 60 جنيه. طيب، هذا يطرح سؤالا ايضا، بانه لماذا يعني اليس هو بديل وفي نفس الماده الفعاله كما ذكرت حضرتك، لماذا يكون اقل يعني في السعر؟ والله هقول لحضرتك حاجه، الشركات اللي هي صاحبه الاختراع بتتكلف أموال طائلة حتى تصل إلى هذا الاختراع، وبالتالي لما بيجي سعره بيحمله على السعر
ابحاث اخرى اجريت على ادويه ثانيه ولم تنجح، علشان يقدروا يغطوا تكاليف الابحاث التي ادت الى اكتشاف هذا الدواء، علشان يقدروا يكملوا الابحاث على ادويه اخرى. فدايما بنلاحظ ان الدواء حتى الادويه الجديده بتنزل باسعار عاليه جدا، لان هو بيحتفظ بحق الملكيه الفكريه او بحق ان هو يحتكر تصنيع هذا الدواء لفتره زمنيه حتى يستطيع ان يغطي مصاريفه، بعد انتهاء يسقط حق الحمايه الفكريه، فيصبح هذا المنتج حق عام لجميع الشركات، فتبدا الشركات اللي هي بتعمل الادويه البديله اللي احنا بنسميها الجينيريك تبدا في التقليد، وبالتالي في جزء كبير من التكلفه اللي هي الابحاث بتبقى شركات المثيله لا تتحملها زي ما تحملتها الشركه الام. فشيء طبيعي ان احنا نتوقع ان يكون الادويه اللي هي المثيله يبقى سعرها اقل من الادويه الاصليه. الفرق هنا ممكن يكون في وجهات نظر، يعني في وجهات نظر بتقول لا مش لازم يكون هذا الفرق الكبير، يعني اللي هو ال 40%. في شركات كان بتقول احنا كمان بنتكلف لان احنا بنجيب كل حاجتنا من الخارج، المواد الخام جايه من الخارج، المكن والاجهزه جايه من الخارج، فالتكلفه عاليه. فبرضه عشان احنا نستطيع ان احنا ندي المستحضر حقه ونعمل هامش ربح، كان في مطالبه ان يبقى السعر يبقى 70%، وكان في برضه اصوات اخرى بتقول 65%. 60% قد يرى بعض ان ده سعر يعني نسبه متدنيه. وضحت هذه النقطة دكتور أسامة، ولكن عمل اللجنة اللي تم تفعيله لا نعلم يعني الوقت، يعني لماذا تم تفعيلها الآن؟ يعني لماذا لم يتم تفعيلها منذ زمن وفي مشاكل كثيرة بسبب الدواء موجودة؟ هذا أولا. وثانيا أكمل سؤالي فقط، تسعير الأدوية غير المتداولة، لا أفهم هذه النقطة، يعني كيف؟ طيب حضرتك في حوالي 15,000 صنف مسجلين في وزارة الصحة حسب قاعدة البيانات لوزارة الصحة. في منهم مستحضرات مربحة للشركات وبالتالي تم طرحها، ودي المستحضرات المتداولة. تمام. كان في بعض المستحضرات نتيجة لما تم تسعيرها سعرت بأسعار متدنية جدا، وبالتالي الشركات وجدت صعوبة ان هي تطرحها في الاسواق، فلم تطرحها بالرغم انها مسجلة. لان التسعير حضرتك على مدى فترة زمنية كان عندنا اكثر من طريقة تسعير، كان في عندنا حاجة اسمها التسعير اعتمادا على التكلفة، ثم بعد كده اصبح التسعير اعتمادا على المقارنة باسعار المستحضر الاصلي في دول محيطة ولها نفس الطباعة بتاعة الحالة الاقتصادية للمصريين. في قرار أخير اسمه 499 برضو، ده قرار اللي هو المفروض حاليا مطبق. على مدى السنين كان في تشوهات في التسعير. الزيادة اللي حصلت في شهر مارس في شهر مايو 2016، ثم الزيادة التي حدثت في شهر يناير، دي زيادات احنا في وجهة نظرنا انها كانت عمليات جراحية يعني عاجلة، زي ما يكون عندك مرض مزمن فمحتاجه تدخلي سريعا حتى لا يؤدي الى نقص ادويه في السوق. فممكن يكون في ادويه كانت بتكسب اصبحت بتكسب اكتر، وفي ادويه كانت بتخسر اصبحت بتخسر اكتر. هذا ادى الى نوع من التشوهات. زي طيب. مثلا في اتفضلي وبالتالي دكتور اسامه حضرتك اسمعيني اكمل حاجه. طب اتفضل هديلك مثال بس. يعني اتفضل. ممكن النهارده يكون في عندي دواء جينيريك، يعني هو زي دواء تاني بيباع لاحدى الشركات مثلا ب 70 جنيه والاصلي مثلا ب 100 جنيه. نجد ان كل مستحضر من كل ماده بيبقى لها حوالي 11 مستحضر مثيل. نجد ان اخر مستحضر ممكن سعره يكون اتسعر ب 7 جنيه. ففي فرق كبير جدا ما بين دواء ب 7 جنيه. طيب ما هو هنا كان سؤالي انه عمل اللجنه هذه وسريعا جدا دكتور اسامه، لماذا لم يفعل منذ زمن؟ يعني هو حضرتك اللي كان دايما كان في دايما احساس ان الاسعار الادويه لا تقرب ولا تمس، لان يعني كان دايما عندنا وكان دي شكوى عندنا على فكره. يعني احنا اولا انا بهني صاحب القرار وبايد القرار، لان دلوقتي هنبدا نعمل منظومه تسعيريه علشان نعالج التشوهات التي تمت على مدى السنين. انت عارفه حضرتك كان دايما كل وزير صحه بيجي
وكان بيبقى فيه نوع من الفخر ان هو خلال الفتره اللي قعدها لم يتم زياده اسعار اي ادويه. نعم. ده ادى على مدى السنين وعلى تدهور قيمه الجنيه المصري انه اصبح فيه ادويه مخسره شركات مش قادره تنتجها. في ادويه انا بروح النهارده اسجلها بيقول لي لا ده انت جاي نمره مثلا 9 في الطابور فلازم اديك سعر، اصبح بيديني سعر هو من الاصل انا خسران فيه وبالتالي انا غير مهتم ان انا انزله. فده يؤدي الى ان في قاعده بيانات فيها عدد كبير من الادويه 15000 بينما المتداول في السوق حوالي 12000. انا بشكرك. الفكره وصلت دكتور اسامه رستم نائب رئيس غرفه صناعه الادويه باتحاد الصناعات، شكرا جزيلا لك يا فندم. قال وزير البترول طارق الملا ان توافر البنيه الاساسيه وشبكه طرق وتوافر مياه البحر الاحمر بالقرب من المناجم خطوه مهمه في دعم قطاع البترول بمصر، واضاف خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للتعدين المقام بكندا ان المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه من خلال تحديد نسبه 1% اتاوه للمناطق المحيطه بالمناجم، هذا ويشارك في المؤتمر اكثر من 30 وزيرا للتعدين وشركات التعدين ومسؤولي التعدين بالبنك الدولي. التقى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أسامة عسران وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية ماريا لويزا، وذلك لبحث التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين. وأضافت الوزارة في بيان لها أن اللقاء استعرض التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي تم تنفيذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترة الماضية. كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي المساحات المنزرعة قمحا خلال الموسم الحالي ستصل إلى 3,135,000 فدان. وأوضح تقرير قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن هذه المساحة حتى بداية الشهر الجاري فقط. وأضاف التقرير أنه لم يتم الانتهاء من حصر مساحات القمح المنزرعة هذا الموسم. وأشار التقرير أيضا إلى أن المساحات المستهدفة لزراعة القمح خلال الموسم الحالي حوالي 3,500,000 فدان. قال محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر إن هناك مخططا لتحويل محافظة الأقصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية بمنطقة جنوب الصعيد. وأوضح بدر أن الموقع الجغرافي للمحافظة يعزز من فرصتها لإقامة منطقة لوجستية تضم منطقة للخدمات ملحقة بقرية للبضائع مع استغلال ثلاجة الصادرات البستانية التي تم إنشاؤها بالقرب من مطار الأقصر. وأضاف بدر أن هناك فكرة يتم دراستها لتحويل مطار الأقصر إلى مركز رئيسي لمنطقة إفريقيا لتخفيف الضغط على مطار القاهرة، كما يسهم في زيادة الحركة السياحية بالمحافظة. أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة مايو وحلوان بمحافظة القاهرة بمشروع الإسكان الاجتماعي. وأضاف مدبولي في بيان له أن الحاجزين المنطبق عليهم الشروط وقاموا بسداد الأقساط المستحقة سيتم تحويلهم إلى وحدات سكنية في مدينتي 6 أكتوبر وبدر، وذلك على عدة مراحل نظرا لزيادة عدد المتقدمين. وفي سياق متصل، أكدت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد أن غدا آخر أيام تحصيل القسط الثاني من الأقساط ربع السنوية للحاجزين المتقدمين كافة على وحدات الإسكان الاجتماعي والتي سيتم تسليمها خلال عام، مشيرة إلى بدء تحصيل القسط الثاني الخاص بالحاجزين والمحولين من مدينة السلام والقاهرة الجديدة إلى كل من مدينة الشروق ومايو وبدر، وكذلك حاجزي المرحلة الثانية لمشروع 6 أكتوبر. دفع قرار تحرير سعر الصرف إلى إعادة نظر البنك المركزي في تعريفات شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المزيد في التقرير. دفع قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي البنك المركزي إلى إعادة النظر في تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أي ضغوط على رؤوس أموالها عقب القرار. وأطلق البنك المركزي مبادرة جديدة بقيمة 10 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12%.
ويسعى البنك المركزي من خلال مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم هذا القطاع والذي يستحوذ على أكثر من 80% من اقتصاد مصر. ونجح البنك المركزي خلال العام الماضي في توجيه البنوك لوضع ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياتها، وألزم البنوك بتوجيه 20% من إجمالي تمويلاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال ال4 سنوات المقبلة، وهو ما ساهم في دفع البنوك لإعادة النظر في استراتيجيتها لتتلائم مع تعليمات البنك المركزي. وساهم إصدار البنك المركزي لتعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة التمويل الموجه لهذا القطاع، كما دعم اهتمام القيادة السياسية لمصر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وضع حلول لكثير من المشاكل وزيادة الانتشار لفروع البنوك التي تقدم تمويلات لهذا القطاع وخاصة محافظات الصعيد. وتظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلمة السر في نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل أمام الشباب، وهو ما يحتم وضعها على أولويات خارطة الطريق للمرحلة القادمة لأهميتها كقاطرة لباقي القطاعات وفتح آفاق جديدة للشباب. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الأستاذ علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا بك أستاذ علي إلى هذه النشرة. وبداية يعني هو ما نعلمه أنه يعني قبل هذا التغيير أنه في 7% عوائد على المنشآت المتوسطة، لو نعرف من حضرتك تفاصيل أكثر عن التعديلات الجديدة التي دخلت بالأمس. لا خليني اهلا بيك الاول ومرحبا بحضرتك. انا عايز اتكلم على دور المشروعات الصغيره والمتوسطه، مهمه جدا في محافظات الصعيد، ودي هتعمل نقله تنمويه كبيره وتعمل تشغيل لكل المدن الصناعيه المتوقفه من فترات كبيره، وهتشغل عدد كبير من الشباب طبعا لا شك، وهتستغل كل الموارد الطبيعيه والمواد الخام والايدي البشريه اللي موجوده في محافظات الصعيد. املنا كبير جدا ان المشروعات الصغيره فعلا تكون هي الانقاذ للاقتصاد الوطني. عظيم، ولكن هذه المبادره التي جاءت لتسهيل التمويل ايضا، يعني ما هو الجديد فيها وماذا ستضيفه؟ طبعا لا شك ان هناك مبادره الاول من السيد رئيس الجمهوريه بال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ايضا للمبادره الثانيه اللي طرحها السيد رئيس الجمهوريه اللي هي 200 مشروع للمشروعات الصغيره والمتوسطه في محافظات الجمهوريه وخاصه في محافظات الصعيد. دي مهمه جدا ان هي تعمل تنميه حقيقيه، ولكن انا بطالب بسرعه تنفيذها وسرعه تنفيذ المبادره من البنوك فعلا، واقراض المشروعات الصغيره والمتوسطه سواء اللي شغاله او اللي لسه هتشتغل. بالنسبه للي لسه هشتغل، انا يهمني جدا ان تكون هناك من الدوله دراسات جدوى مقدمه فعلا للمستثمر اللي عايز يستثمر، الصغير اللي عايز يستثمر في المشروعات الصغيره والمتوسطه. ايضا بيكون هناك تدريب من الدوله للمستثمر عشان المشروع، ومتابعه كامله علشان المشروع بتاعه ما يفشلش ونرجع للمصانع المغلقه مره اخرى. الحقيقه لو احنا اشتغلنا على هذا النهج والدوله نفذت اللي انا بكلم حضرتك عليه، هتكون هناك مشروعات كثيره جدا، بل هناك في الصعيد بعض المشروعات الحرفيه اللي كادت ان تندثر هتحييها. طبعا هناك شباب فعلا عنده ابتكارات كثيره جدا، ولكن شغال بالاقتصاد غير رسمي اللي هو تحت السلم، لابد ان يظهر فعلا، وهتبقى دفعه قويه للتنميه في محافظات الصعيد. المبادرات اللي انا بكلم حضرتك عليها دي مهمة جدا بالنسبة لنا، مبادرة ال 200 مليار بفايدة 5%، دي اعتقد انها مفيدة جدا لكل خريج جديد او كل مستثمر ناشئ يقدر يعمل مشروع، فعلا هتبقى تكلفة الانتاج قليلة عليه وهيقدر يربح من هذا المشروع، ولكن الامر يتطلب متابعة الدولة وتنفيذ هذا المشروع بأسرع ما يمكن زي ما السيد رئيس الجمهورية قالوا، أيضا بيتطلب دراسات جدوى تقدم من الدولة. أنا بشكرك يا فندم، يعني ولو أني يعني لم أخذ المعلومات التي أريدها، ولكن شكرا جزيلا أستاذ علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. التقى وزير الاتصالات ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادات شركة باناسونيك العالمية المتخصصة في توفير الحلول التكنولوجية للمصانع، وذلك في إطار التوسع الجاري في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر. وأضاف القاضي أن الشركة أكدت رغبتها في التعاون مع الشركات المصرية المحلية والعالمية التي تعمل في مجال صناعة الإلكترونيات لنقل خبرتها في مجال تقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وتنمية
التنمية وتدريب الكوادر وتوفير التجهيزات والمعدات المناسبة لإنتاج الأجهزة الذكية. وأيضا قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضي أن إنتاج أول هاتف محمول مصري في سبتمبر المقبل سيكون متاحا للسوق المحلية وللتصدير، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة التصدير التكنولوجي من خلال صناعة وتصميم الإلكترونيات والتي سينتج عنها أول هاتف محمول مصري وأول تابلت وكمبيوتر مصري أيضا من خلال مصانع بتتوزع على المحافظات لتحقيق عدالة التنمية. توقع رئيس هيئة الاستثمار محمد خضير أن يرتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف. وأشار خضير إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 1,900,000,000 دولار. وكان تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر للعام الماضي قد ساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. عرضت وزارة البيئة على وفد الشركات الإسبانية والتي يصل عددها إلى نحو 25 شركة، عرضت المشاركة بمشروعات الوزارة التي تتوزع بقطاعات تدوير المخلفات الطبية والصناعية والزراعية. وقالت مساعد وزير البيئة للتعاون الدولي ياسمين فؤاد إن هناك الكثير من الفرص الجيدة المتوفرة حاليا أمام القطاع الخاص بمجال إدارة المخلفات، خاصة في إعادة تدوير مخلفات المصانع، وفرصة أيضا للاستثمار لإعادة تأهيل 66 مصنعا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تفتتح شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية فعاليات معرض الهند للحرف اليدوية، وذلك على مسرح الصوت والضوء بالهرم غدا الأربعاء. وقالت نجوى الشاذلي رئيس مجلس إدارة الشركة إن هذا الحدث يقع أمام أعظم خلفية تاريخية وهي الأهرامات وأبو الهول. ويأتي هذا الحدث في إطار فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل والذي يقام للعام الخامس على التوالي. يذكر أن معرض الهند من أكبر المهرجانات الثقافية الأجنبية التي تقام في مصر. توقعت غرفة شركات السياحة وصول عدد المعتمرين المصريين خلال موسم العمرة الحالي إلى 500,000 معتمر، وارتفع عدد الشركات السياحية التي وثقت عقودها كشركات سياحة دينية إلى نحو 730. وألزم البنك المركزي بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بتدبير 700 مليون ريال سعودي لتغطية نفقات شركات السياحة كافة الخاصة ببرنامج موسم العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان لهذا العام. مشاهدينا فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. تحية لكل مشاهدي من جديد. وارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر شراء الدولار 17 جنيها و25 قرشا، وبلغ سعر البيع 17 جنيها و35 قرشا. كما ارتفع سعر شراء اليورو ليسجل 18 جنيها و23 قرشا، بينما بلغ سعر البيع 18 جنيها و38 قرشا. كما سجل الجنيه الاسترليني أيضا 21 جنيها و8 قروش للشراء و21 جنيها و25 قرشا للبيع. وطبعا لفهم هذه الحالة من التذبذب الدولاري بينضم إلينا هاتفيا أستاذ ريهام الدسوقي كبير محللي الاقتصاد ببنك الاستثمار أرقام كابيتال. أستاذ ريهام أهلا بك إلى هذه النشرة، وبالطبع يعني جميعنا نريد أن نفهم لماذا هذا الصعود مرة أخرى. مساء الخير، ازي حضرتك؟ بصي، هو الصعود ده كان متوقع لان ده سعر الدولار دلوقتي سعر سلعه، خلينا نقول كده، بيمثل او بيعكس عرض والطلب. في الفتره اللي هي كان الدولار كان ابتدى ان هو السعر نزل من 18 تقريبا او 18 ونص
لغايه 15.75 ده كان مرتبط بتدفقات دولاريه من مستثمرين محافظ في الاذون، وده حصل فيه تدفق كبير وصل او تعدى ل 2 مليار دولار في فتره قصيره، فتره شهرين تقريبا، زائد الاستثمار في سوق الاوراق الماليه، زائد البيع والتكالب اللي حصل من قبل الافراد في البنوك العامله في مصر لبيع الدولارات اللي اتحوزتهم، للحاق بالاسعار المرتفعه قبل ما يحصل انخفاض اكتر. فكل ده ادى الى ان حصل دوره من توقع انخفاضات وبالتالي بيع اكتر وهكذا، دوره مفرغه، واللي على اثرها حصل الانخفاض اللي احنا شفناه. ده كان متوقع ان هو مؤقت بسبب ان بعد كده كان هيبتدي يحصل تكالب من المستوردين ومن الافراد كمان لشراء دولار اكتر على الاسعار المنخفضه وبالذات المستوردين، وكل ما السعر انخفض كل ما كان تكالب المستوردين اكتر، وبالتالي ده ادى ان يحصل ارتفاع في الاسعار. طيب تاني. وبالتالي استاذ ريهام ما الحل؟ يعني طالما انه في مخزون دولاري سينخفض، انتهى هذا المخزون سيرتفع، يعني الى متى؟ دي دورة عادية من التذبذب احنا هنفضل نشوفها في الشهور القليلة القادمة الى ان التدفق الدولاري يرتفع ويتعدى الطلب على الدولار او يحصل على اقل توازن في السوق، بحيث ان اي تغيرات طفيفة في الطلب والعرض ما يحسهاش السوق بهذه الدرجة، او تبقى التغيرات في الافكس ريت ما تبقاش. نعم، هذا التدفق الدولاري يا استاذ ريهام اللي وصفتيه يعني ليس بقى بالسندات والاذون الخزانه، وانما هو بمصادر دخل حقيقيه ودائمه، ليس كذلك؟ بالضبط بالضبط، وعشان كده احنا توقعنا ان التذبذب ده هيفضل موجود ونفضل نشوفه الى ان يحصل تغير في الموارد الاساسيه او الرئيسيه للدولار، وهي السياحه، التصدير، تحويلات العاملين للخارج، والاهم من ده كله الاستثمار. طيب. الى ان يحصل تعافي كبير ومحسوس في المصادر الرئيسيه هنفضل نشوف تذبذب في اسعار الدولار في المدى القصير زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. الى اي مدى سريعا استاذ ريهام السوق السوداء للدولار بتكون رائجه الان؟ اللي احنا شايفينه واللي شايفينه في الاسعار ان في الى حد ما سوق موازيه متواجده، ولكن وده مبشر الى حد كبير، التداول فيها بقى منخفض كتير قوي بالنسبه للسوق الرسميه، يعني التداول انخفض بنسبه كبيره في السوق الموازيه، لان زي ما حضرتك شايفه كمان ان البنوك رفعت الاسعار بتاعتها بسرعه جدا في خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا في محاوله لمنع ظهور السوق السوداء، وبرده الحفاظ على اهتمام الافراد ان هم يبيعوا الدولار بتاعهم في السوق الرسمي. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح استاذه ريهام الدسوقي كبير محللي الاقتصاد ببنك الاستثمار ارقام كابيتال. يبدأ جهاز التمثيل التجاري بعثة ترويجية إلى كينيا خلال النصف الأول من الشهر الجاري لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الصادرات المصرية. وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر إن خطة العام الجاري تتبنى التوجه للسوق الإفريقية لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في دول القارة باعتبارها من الأسواق البكر التي تحتاج تواجد الشركات المصرية فيها بقوة. ويستهدف الجهاز زيادة الصادرات إلى إفريقيا بنسبة 35% خلال العام الجاري. يبحث العراق اليوم مع صندوق النقد الدولي الحصول على 5 مليارات و300 مليون دولار كقرض ميسر لدعم الموازنة الاتحادية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 في مجالي إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. وخلال محادثات تنفيذ اتفاقية الاستعداد الائتماني التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان، سيتم الاتفاق على ترتيبات الاستعداد الائتماني الخاصة بالقرض وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية. تعتزم مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة شطب نحو 1100 وظيفة في أحد مصانعها بولاية ميتشيغان الأمريكية. وذكرت الشركة في بيان لها أن هذا الشطب يأتي بسبب نقل إنتاج طرازين من سياراتها من مصنع لانسينج إلى مصنع سبرينغ هيل في ولاية تينيسي الأمريكية.
حيث تم توفير حوالي 800 وظيفة جديدة في بداية العام الحالي، وبذلك يرتفع عدد الوظائف الملغاة في جنرال موتورز إلى نحو 4400 وظيفة خلال 6 أشهر. قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن عملية إدراج الشركة تمضي كما هو مخطط لها. وتوقع الناصر أن يكون توقيت الطرح بالسعودية وفي الأسواق الدولية في النصف الثاني من عام 2018. ويضيف أن إدراج أرامكو كان أحد أركان خطة الحكومة السعودية لرؤية 2030 لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن صناعة النفط العالمية تحتاج إلى زيادة الاستثمار بنسبة لا تقل عن 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي لتلبية نمو الطلب العالمي على الخام. جاء ذلك خلال مشاركة لبيرول في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة في هيوستن الأمريكية في الولايات المتحدة بالضبط. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط قد تجد صعوبة في مواكبة الطلب بعد عام 2020 مع ظهور أثر عامين من نقص استثمارات زيادة الإنتاج، مما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد. تعهدت روسيا بخفض إنتاج النفط بالمعدلات التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر الماضي باجتماع منظمة الأوبك. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستحقق هدف خفض الإنتاج اليومي بمعدل 300 ألف برميل في شهر أبريل المقبل، حيث خفضت إنتاجها بنصف هذا المقدار حتى الآن. وتمثل روسيا 50% من الاتفاق الذي تم بين منظمة أوبك من جهة 11 دولة من المنتجين خارجها لخفض إنتاجها بواقع 600 ألف برميل يوميا. بحث وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك أوضاع سوق البترول العالمية، وأشاد الوزيران بالتزام غالبية الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الإنتاج حسب الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية فيينا في 10 ديسمبر الماضي، منوهين إلى أهمية الالتزام الدقيق من الدول كافة التي أبرمت الاتفاقية وكمية التخفيض المطلوبة والمتفق عليها أيضا. قالت نائبة السكرتير الدائم بوزارة الطاقة والمعادن بكوريا الجنوبية جوليانا بالانجيو إن الحكومة الكورية تعتزم إقامة مركز لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في مدينة أروشا التنزانية، وذلك بهدف إيجاد حلول لمشكلات الطاقة في تنزانيا، مشيرة إلى أن كوريا ستفتتح مركزا لإعداد الدراسات والحلول اللازمة لتوفير الطاقة المستدامة، وأن الاستثمارات الكورية في مجال الطاقة أمر حيوي. مع ارتفاع أسعار الذهب في السوق العالمية تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث تراجع عيار 18 بنحو 3 جنيهات مسجلا 520 جنيها، وهبط عيار 21 أيضا بنحو 3 جنيهات ليسجل 607 جنيهات، وتراجع عيار 24 بنحو 3 جنيهات مسجلا 694 جنيها، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 4856 جنيها. شهدت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ارتفاعات شبه جماعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.7% مسجلا 56 دولارا و5 سنتات للبرميل، وصعد خام غرب تكساس بنسبة 0.11% مسجلا 53 دولارا و26 سنتا للبرميل، بينما تراجع خام الغاز الطبيعي بنسبة 1.17% ليسجل دولارين و87 سنتا للمتر المربع. أغلقت مؤشرات البورصات الأوروبية على ارتفاع شبه جماعي خلال تعاملات اليوم، حيث صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% ليسجل مستوى 11982 نقطة، وهبط مؤشر كاك كارونت الفرنسي بنسبة 0.15% مسجلا مستوى 4964 نقطة، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 0.2% مسجلا 7358 نقطة.
شهدت أسعار المعادن في الأسواق العالمية تراجعا جماعيا، حيث انخفض سعر أوقية الذهب بنسبة 21% لتسجل 1222 دولار و90 سنتا، وتراجع سعر أوقية الفضة أيضا بنسبة 33% لتسجل 17 دولارا و72 سنتا، كما انخفض خام النحاس بنسبة 1% مسجلا 5858 دولارا. تراجعات شبه جماعية لمؤشرات البورصات العربية خلال تعاملات اليوم. فقد صعد مؤشر البورصة السعودية بنسبة 24% مسجلا مستوى 6995 نقطة عند الإغلاق، بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.26% مسجلا 6665 نقطة، وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.53% ليسجل 3500 نقطتين. تباين أداء مؤشرات البورصات الآسيوية خلال التعاملات اليومية، حيث أغلق مؤشر نيكي 225 ببورصة طوكيو على تراجع بنسبة بلغت 50 نقطة مئوية ليسجل مستوى 19344 نقطة. وجاءت التراجعات بفعل التوترات الجيوسياسية بعد اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية في الوقت الذي تواصلت فيه عمليات شراء الأسهم الصغيرة في بورصة طوكيو، فيما أغلق مؤشر هانغ سينغ الصيني على ارتفاع بلغت نسبته 36%. انتهى وقت هذه الساعة الاقتصادية مشاهدينا، ولكن حديثنا الاقتصادي لا يزال متواصل معكم عبر شاشة أون لايف. كونوا دائما على الموعد، ولنا لقاء في الغد إن شاء الله.